بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء أنا أتقدم بالشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبا، والشكر لقناة أبو ظبي، والشكر لكل الضيوف الحاضرين هذه الفعالية. أنا سعيدة بإني أنا حضرت هذه الفعالية أو هذه القمة العالمية للحكومات 2020. أنا أتكلم عن المرأة. المرأة السودانية عرفت بمشاركتها في جميع المجالات منذ العهد المروي، العهد المروي قبل الميلاد، فكانت الكنداكة، فكان يطلق على المرأة الكنداكة، هي التي كانت حاكمة وكانت في كل المجالات المجتمع، وكانت كلمتها مسموعة، يعني حتى كانت بتقود الجيوش ضمن الثورة في العهد المروي. جينا بعد ذاك في قبل استقلال السودان وتحديدا عام 1945 كونت جمعية نسوية، وكان يعني الغرض منها انها تساعد في العمل السري، لانه دائما يعني النساء بتساعد كانوا الرجال السودانيين العاملين في العمل السري ضد الاستعمار. وبعد ذاك اتكون الاتحاد النسائي، كان هذا اكبر اتحاد، وعندنا نحن اول امرأة سودانية دخلت البرلمان بانتخابات، المرحومة فاطمة محمد إبراهيم. وبعد ذاك المرأة ولجت هذا العمل، فالمرأة ما غريب عليها هذا العمل. فحتى إذا كانت أمية كان عندها دور في المجتمع، كانوا بيقولوا الحكامات هن النساء اللائي يرتجلن الشعر والكلام لتشجيع الرجال في الحرب، ويرتجلنا الكلام بالنسبة عشان ارفعوا من روحنا المعنوية، فكان هذه يطلق عليهن الحكامات، ولا زلنا لغاية الآن شعرنا الحكامة يعني كان عندها مكانتها، ممكن تمدح وممكن تذم. ولا يقول الشعر معاليك إلا صاحب ثقافة ومعرفة وقدرة على الارتجال. كنداكة، ماذا تعني كلمة كنداكة تحديدا؟ يعني هي كلمة كانت ترند في فترة من الفترات، فعلاً. كل العرب عرفوا هي المرأة السودانية، لكن معناها بالضبط هي المعنى اللغوي ما كنداكة اللي هي كانت تطلق على المرأة في زي ما ذكرت أنا في العهد المروي، العهد المروي قبل الميلاد، اللي هي العهد المروي كانت هذه هي الكنداكة، المرأة التي تحكم كانوا يطلق عليها لغة كنداكة، المرأة الحاكمة هي الحاكمة. الكنداكة. وكانت تقود الجيوش. اليوم كيف تشاهدي يعني مثل هذه القمة، القمة العالمية للحكومات؟ نحن نتكلم عن قمة مستمرة منذ عام 2013، اليوم نحن في عام 2022، كيف تشاهدي دعم القمة للمرأة، المرأة العربية هنا؟ أنا سعيدة، أظن دي أول قمة أنا أحضرها، وحضرت المنتدى يعني بدعوة كريمة من معالي عهود وزيرة دولة التطوير الحكومي، والتقيت بعدد من النساء من مختلف أنحاء العالم. أنا في كلمتي قلت لهم شهر مارس شهر مميز بالنسبة للمرأة، 8 مارس اليوم العالمي للمرأة، 21 مارس عيد الأم، وقلت لهم 28 مارس أنا بفتكر هذا المنتدى برضو نحن نعتبره من ضمن عياد المرأة. هذا المنتدى الذي أقيم بدولة الإمارات وحضرنه كل الوزيرات وكل النساء القياديات مختلف الدول، فأنا سعيدة وقلت بعد يعني مارس بقى عندنا يوم مميز، بقى شهري مميز للمرأة، وهذا الفضل يرجع للأخوات في دولة الإمارات، والحمد لله هن يعني وزيرات والتقينا بين، وأنا معجبة بهذا التطور وبهذا الارتقاء الذي حصل في جميع مناحي الدولة بدولة الإمارات. فنجد فعرفت أن المرأة، أنا قبل ما أجي قريت يعني كنت متواصلة مع السفيرة الدكتورة بدرية، فعرفت حاجات كثيرة جدا، وأن المرأة الإماراتية ما شاء الله عليها ولجت كل المهن، تكنولوجيا، طب. أنا أتمنى لها مزيدا من التقدم إن شاء الله، وإن شاء الله نحن يعني يساعدوا الدول العربية بخبراتهم، يبقى في تبادل خبرات ويبقى في تعاون. وهذا لعله ما تشكلهم معاليك مثل هذه القمة. اليوم معاليك موجودة، موجود وزراء من جمهورية مصر، موجودين الأشقاء ومن الدول العربية، موجودين أيضا خبرات عالمية. هذه منصة الجميع يتعلم فيها ويعلم. فعلا فعلا نحن حتى على هامش الاجتماعات
فكنا بنلتقي، التقلت من ناس كولومبيا من كل الدول، فكنا بنتبادل يعني انه الحاصل شنو، وان شاء الله تبقى في منصه تستمر هذه المنصه لخدمه المراه. فالمراه هي المراه سواء كانت في السودان في الامارات في العالم، فنحن بنشوف انه المراه يعني دورها كبير جدا، هي الام وهي المربيه. في فتره من الفترات كانت حصرا عليها هذه المهن، لكن بعد ذاك الحمد لله حصل تطور وحصلت نغله نوعيه للمراه، فاصبحت المراه ولجت جميع المجالات وبرزت ونجحت. يعني اظن سبب نجاح المراه لانها كانت بتشعر بان في تحدي من الرجال انها ما ممكن تنجح، لانها عندها دور نمطي كان ذاك يفترض انه تكون به، لكن الحمد لله قدرنا انه احنا نتخلص من هذا الدور النمطي، ونحن وجدنا يعني المراه هي مكرمه حتى في الاديان، في جميع الأديان بمختلفها، إن المرأة عندها مكانتها وإن المرأة غادرة. والمرأة تثبت نفسها معاليك في كل مجال تخوضه. نعم. هي نصف المجتمع بل هي أكثر من نصف المجتمع. معاليك التخطيط اليوم، استشراف المستقبل، معاليك أيضا وزيرة التخطيط. هناك كلمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول: عندما تمضي في تباشر عمل ما دون خطة فأنت تمضي إلى المجهول أو إلى خطة محكومة بعدم النجاح. لكن التخطيط، أي أهمية تتابعينه للتخطيط وللتخطيط أيضا؟ يعني لدينا خطة في الإمارات لخمسين سنة قادمة، كيف تتابعين أهمية التخطيط ووضع الأهداف؟ فعلا التخطيط مهم جدا، والتخطيط في أي عمل يعني مهم، لأنه بوريك الطريق، وإنت من خلال هذا التخطيط ومن خلال تنفيذك لهذه الخطط ممكن تعمل القاعدة بتاعت السواتس، تشوف وين مناطق القوة وين مناطق الضعف وين الفرص وين التحديات. فانت لما تكون عندك خطة واضحة وعارف انك انت بتعمل بهذا التحليل في الخطة اكيد بيكون في نجاح، بتنجح حاجاتك. فما تكون خطة يعني موضوع ساكت، لازم انا اعرف وين مناطق الضعف بتاعتها، السواتس، السترينس وين، الويكنس وين، الاوبورتونيتيز، الفرص، التحديات. فدي كلها بتخلي بتؤدي للنجاح، نجاح كل الخطط. وانا اتخيل لي دي الحاجه يعني صدقت مقوله معاليه، وانه فعلا الناس بتضع خطه، ما بتضع ساكت خطه عشوائيه، خطه ارتجاليه، لازم يكون عندها في الرؤيه وفي التحدي وفي التوقعات. اهم حاجه انا تبقى عندي يكون في تخطيط استراتيجي، في توقعات، لانه لو حصل كده بيحصل كده. وكمان ما نسقط التغيرات اللي بتحصل في المجتمع الجنرال في العالم كله، التحديات التغيرات دي لازم كلها تكون موضوعة في هذه الخطط، تبقى خطة استراتيجية شاملة ممكن تؤدي للنجاح. والخطط معاليك دائما هي قابلة لأن تتطور ويتم مراجعتها، لكن الخطة هي الأساس وهي المنطلق. نعم. كنت معنا معالي سعاد الطيب حسن، وزيرة العمل والإصلاح الإداري. شكرا جزيلا معاليك. شكرا على وقتك الثمين. شكرا على علي هذه المقابلة الطيبة. شكرا لكم. أنتم في بلدكم الثاني دولة فعلا، وأنا أشكر لا زلت أشكر دولة الإمارات حكومة وشعبا، وهن يعني أشقاء وأصدقاء، ونحن ما بنشعر بغربة، وعندنا معظم السودانيين كانوا هنا ومرحب بكم، ونتمنى أن يكون بيناتنا تعاون مستمر بإذن الله في مقبل الأيام. شكرا جزيلا معالي.